حياتي إن شاء الله هالوضع يهدى إن شاء الله، أولادهم يعني يعيشون عيشة أحسن، يعني طلباتهم أكل شرب عيشة يعني تكون أحسن، والله يفرجها على العباد إن شاء الله جميعا. وأتمنى إن شاء الله أنه أكفي حملي يعني مع حمزة، أنه الله يساعدني أني أكفي معه وأقدر أطلع يعني أجيب له طلباته، يعني صحيح حفوظات وحليب بس يعني صعبات علي كثير يعني. وإحنا أنا ربة الأسرة هون، عندي 8 أشخاص وأنا التاسعة، عندي 5 بنات و3 أولاد. والحمد لله يعني كان وضعنا سيء سيء يعني ميكن بالبداية، بس الحمد لله من كفلتونا الحمد لله وضعنا تمام، يعني صرت بإمكاني أني أمن أكل لأولادي خبز لأولادي، يعني الحمد لله وضعنا أحسن يعني بكثير من أول. قبل ما كان في أني أقدم له كل شيء، الحمد لله لا، بالنسبة للحفوضات بالنسبة للحليب بالنسبة للأدوية الحمد لله يعني ما عاد أحتاج لحدا الحمد لله، لا له ولا لباقية العيلة كلها الحمد لله وضعنا صار تمام. قبل الكفالة يعني أول ما جيت على لبنان ضليت شي 6 أشهر أو 7 ما عندي كفالة، يعني اضطريت ياما كثيرة أني أنا من أولادي من عد عشة لأن ما عندي حدا، عندي البنت هاي كانت عم تشتغل وعندي ولد عمره 14 سنة كمان بس. وجينا بأول الشتاء يعني قبل الشتاء شي بشهر، وجت الشتوية ما عدنا شي خالص، أول شي صوبة ما ركبنا الشتوية الماضية ووضعنا كان سيء يعني ميكن. لا الحمد لله من أجت الكفالة يعني وضعنا تحسن الحمد لله، ركبت صوبة لأولادي السنة، يعني بالنسبة للمعيشة كمان الحمد لله، الأكل أو الشرب الحمد لله وضعنا تمام الحمد لله ما عاد نحتاج لحدا والحمد لله رب العالمين، يعني وضعنا أحسن بكثير من الأول. أتمنى له كل الخير وجزاء ألف خير إن شاء الله، والله إن شاء الله يفتحها على طول ويعطيه ألف عافية إن شاء الله، له والبلد والجميع شعبه اللي ساعدنا إحنا وكثير عائلات، يعني مو بس إحنا، له جزيل الشكر.